السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. مرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم. اليوم إن شاء الله تحت طلب بعض الأخوات غادي نحضر معكم الكريمة ديال هولالا. إن شاء الله تعجبكم الطريقة ديالي اللي هي سهلة مهلة. كيما قلت لكم بعض الأخوات قال لي حضريها لينا، فما كتصدقش عليهم، سهلة مهلة وخاصة المبتدئات. فكيف ما كتشوفوها هي جات عاقدة ما شاء الله، يعني راهي قبالتكم. هذه اولى، لا انا هذه اللي كنستعمل كتجيني مزيانه وكتجي عاقده، فغير بالنسبه للبنات اللي ما كيديروش هذه الماركه فديروها، هي سهله مهله ما كتعذبناش، وكتجينا حتى في الفينيسيو ديال الحلوه كتجينا سهله مهله، وما كت يعني كتطلع لنا الحلوه مزيان. غادي نخويو هذاك السيترو ديال الكريمه هنايا، وعندي سكر كلاصي بطبيعه الحال مغربلاه، غادي نستعمل منه جوج ديال المعالق فقط على حسب الذوق الرغبه ديال كل واحد. وسنقول للمشاهدين والاخوات والبنات كاملين شكرا لكم، شكرا على التتبع ديالكم ليا، وشكرا على التعليق، شكرا على الدعم، شكرا على كل حاجه منكم. وتنقول للناس القدام دار داركم، الناس الجداد مرحبا بكم، شكرا لكم كاملين. غادي كيمشو خوينا هذاك الكريمه في الاناء وغادي نطربوه بطراب كهربائي. بعض البنات قالوا لي ممكن استغناو على الطراب الكهربائي، لا ما يمكنش، ضروري الطراب الكهربائي الا بغيتوا الكريمه تطلع لكم. غادي نستعملوا جوج ديال المعالق كيما قلت لكم عامرين مزيان بهالشكل هذا، كيف ما قلت لكم بالنسبه للسكر على حسب الذوق ديالكم والرغبه ديال كل واحد. غادي نستمر نطرب بحال هكا بدون توقف. المده ديال التطريب ديالها دات لي تقريبا ما بين 7-8 ديال الدقائق، يعني في ساعه في ساعه، غير هي شرط تخليوها نهار كامل يعني في الثلاجه، او على الاقل واحد ساعتين او ثلاثه في الثلاجه لتحت حتى تبرد. طبيعه الحال الكريمه تبغوا تطلعوها خاصها ضروري تكون بارده. كنستمر بهذه الطريقه هذه طرف فيها كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الطريقه سهله مهله. وسنقول لكم شكرا بزاف، عيا مشكور فيكم القناه ديالي اللي هي قناتكم. الحمد لله يا ربي، يعني القناه طلعت والحمد لله وصلت، وصلنا كاملين بالدعم ديالكم وبالتفاعل ديالكم معايا. شوفوا كيف ما شاء الله كتجي عاقده، شتو حيت ما شاء الله كتضاعف الحجم ديالها، فضروري خاصكم تطلعوا تهبطوا هكا بداك الطراب باش باش كتحسوا بها هي قربت كامله. شتو راه ضاعف ما شاء الله، شوفوا شحال كان، وشوفوا لانها احمر غير من السيترو ما شاء الله، شوف شحال عطانا. كنطلعوها نهبطو بحال هاد الطريقة هادي باش نعرفو راهي قربات لنا مزيان. شتو شوف كيفاش عقدات ما شاء الله، راه بداتكم كيما قلتلكم بعض الأخوات كتلقاو ودي كتزيد، فا طريقة سهلة مهلة صراحة، مكاينش فيها شي حاجة اللي هي مغايرة أو شي حاجة ممكن ديروها، لا غير تخليوها تبرد صافي وتطربو بدون توقف. ما شاء الله هانتوما على عينيكم كتشوفوا كتجي يا سلام، يعني عقدات صافي. غادي نحبس دابا، شو هانتوما نهائيا الاناء تقلبي على الوجه ديالو لتحت، واخا تخبطيه كاع ما تهبطش نهائيا، ما تهبط ما شي حاجه، فكتجي زوينه. شوفوا هانتوما شو، وملي كتخليو عاوتاني تبقى شويه ملي كطربوها كتخليوها تبقى في الثلاجه وعاد تنوضوا تخدموا بها، فكت كتعقد اكثر واكثر. وهي راه قوالتكم دابا، انا الصراحه ملي كنطلع هكا على طول يعني كنخدم بها، كندير في هذا البوش هذا او جيب الحلواني، فكنوريكم كيفاش الكثافه ديالها كتجي. شوفوا يعني كتخدموا بها ومحكمين بها كيف ما بغيتوا ديروا ليها كديروا ليها. شتو انا غير حطيتها لتحت طلب بعض الاخوات قال لك ودي راه ما كتطلعش علينا،
فقلت لي ما لا نبارطاجي معاهم هذا الفيديو هذا، وان شاء الله تعجبكم الفكره ديالي، والفيديو ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله يا ربي. هانتوما فجأة عاقده، كنحاول نهز هذوك سميتو اللي درتو ما كيديرو حتى شي، شتو كيبقاو يعني كيف ما كانوا. مازال قلت لكم لو تخليوها في الثلاجه يعني شويه كتعقد يعني بزاف كثر من كيك، وكي تخدموا بيها قلت لكم كيف ما بغيتوا تخدموا بيها تخدموا بيها. تنقول لكم شكرا لكم كاملين، ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم وروق الاعجاب الاعجاب ديالكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.